مساء الخير إخوتي وأخواتي الأحباء. في بداية هذه الذبيحة الإلهية راح نضيء مع بعض اليوم شمعة الخدمة ومحبة القريب. الآن الصلاة مفروض تكون على الشاشات أمامكم، وراح نقدم هذه الصلاة وهذه الشمعة عن نية جميع الكهنة. أيها الآب السماوي الله، إن قلوبنا تذوق لدفء حبك وعقولنا تبحث عن نور حكمتك. امنحنا القوة لننمو بالحب ولنخدم شعبك بالحب، حتى يجدنا يسوع في فجر مجيئه فرحين بقدومه ومرحبين بنور حقيقته. حرك يا رب قلوبنا لنعد الطريق لمجيء ابنك الوحيد، وأن نكون مستحقين أن نخدمك. نسألك هذه النعمة باسم ربنا يسوع المسيح، آمين. والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. تفضلوا جلوس. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. تسمحونا بكلمة ترحيب بأبونا الجديد، أبونا وجدي الطوال، ولكن قبل كلمة الترحيب بدي أؤكد على الجميع رجاء الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة الذبيحة الإلهية، مش نص لبسة، لبسة كاملة نغطي فيها الأنف مع الفم لو سمحتوا. أبونا وجدي طوال العزيز، قبل أشهر من الآن استقبلتك رعية يسوع الملك المصدار كشماس إنجيلي، واليوم هذه الرعية تستقبلك ككاهن على مذبح الرب. يستقبلونك مثلما استقبل أهل أورشليم المسيح عندما دخل إلى أورشليم منشدين تبارك الآتي باسم الرب. فأنت اليوم حاضر معنا كنائب وممثل للمسيح على الأرض، نصرخ معك وبفيك رحماك يا ابن داود، لكي يمنحنا الرب على يدك النعم والعطايا السماوية. ها أنت اليوم تشق طريق الكهنوت في كنيستنا، فكنيسة ورعية يسوع الملك هي الحب الكهنوتي الأول لك، والحب الأول لا ينسى أبدا. فباسمي وباسم الأخوات الراهبات وباسم أبناء الملك وجميع فعاليات الرعية نقول لك أهلا وسهلا بك في أحضان بيتك ورعيتك رعية يسوع الملك في المصدار. في كلمتك الختامية في قداسك الأول في مادبة طلبت منا أن نكون سنداً وعوناً لك في مسيرتك الكهنوتية، ونحن اليوم نجيبك بأننا سنكون دائماً يدك اليمنى، سنكون من يصلي من أجلك ومن أجل كهنوتك. فنحن ككهنة بالرغم من رسامتنا الكهنوتية إلا أننا نبقى بشر خطاؤون، نحتاج إلى من يسندنا ويدعمنا وإلى من يرثى لضعفنا. ولكن ثق أيضاً بأن نعمة الله لن تتوقف من أن تعمل فينا ومعنا. فكما قال القديس بولس نقول نحن أيضاً اليوم، لست مستحقاً أن أدعى رسولاً، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطى لي لم تكن باطلة. فذاك الذي يستطيع بقوته العاملة فينا أن يبلغ ما يفوق كثيراً كل ما نسأله أو نتصوره. أنت تقف اليوم أمامنا ونحن نحتاج إليك لكي تعظ لنا وتقوم حياتنا الروحية وتمنحنا الأسرار. فلا تخف من أن تكون ابن المعمدان الذي قال كلمة الحق من دون خوف أو تردد، فالله أحق بالطاعة من الناس. فالرعية تنظر إلينا لكي نكون مختلفين،
الرعية تلجأ لنا لكي تستقي منا كلمة الحق وما يخفف عنهم أعباء هذه الحياة. أبونا وجدي، في هذا المساء ننظر إليك ككاهن شاب مفعم بالحياة والنشاط والعطاء. ننظر إليك كما نظر المقعد في عيني بطرس ويوحنا على باب الهيكل، ينتظر منهم أن يعطوه شيئاً، ونحن لا ننتظر منك إلا أن تعطينا حب الله، بل الله بذاته. وفي الختام اسمح لنا يا أبونا أن نقدم لك هذه الهدية البسيطة، بدلة قداس باللون البنفسجي، باسم جميع أبناء وفعاليات رعية يسوع الملك المصدار، ونطلب منك أن تصلي كل ما لبستها من أجل هذه الرعية. فأهلا وسهلا بك. قدم هذه الذبيحة عن نية أنطون، إدمون، فائقة، فؤاد، دلال، أنطون، صالح، جميلة، حاجة، فالنتين، ثريا في ذكرى 40 يوم على وفاتها، عناد حجازين، فهد، جورج، صفوان وبسام، توفيق، عيسى، مريم، حسام، عبود، أنطون، نجيبة، الياس، مريانا، نيلي وأرشاك. أيها الأخوة والأخوات، اليوم الكنيسة تضع أمامنا إنجيل يوحنا المعمدان، هالصوت اللي كان صارخ في البرية صوت الحق. خلونا في لحظات من الصمت نذكر خطايانا ونندم عليها، فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. لنصلي.
أيها الإله القدير الرحيم، لا تدع سوءنا الدنيا تحول دون مسيرتنا إلى لقاء ابنك الوحيد، بل فلتكن الحكمة التي من علو نوراً لسبيلنا وهداً لخطواتنا، فنقبل المسيح ونحيا معه جميع أيام حياتنا. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. تفضلوا جلوس. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، خاطبوا قلب أورشليم ونادوها بأن قد تم تجندها وغفر إثمها واستوفت من يد الرب ضعفين عن جميع خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء قويمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض والمعوج يتقوم، ووعر الطريق يصير سهلا ويتجلى مجد الرب ويعاينه كل ذي جسد، لأن فم الرب قد تكلم. اصعدي إلى جبل عال يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعيه ولا تخافي. قولي لمدائن يهوذا، هو ذا إلهكم، هو ذا السيد يأتي بقوة وذراعه متسلطة، هو ذا جزاؤه معه وعمله قدامه، يرعى قطيعه كالراعي، يجمع الحملان بذراعه ويحملها في حضنه ويستاق المرضعات رويدا. كلام الرب. يتكلم به الرب الإله، إنه ينطق بالسلام لشعبه وأوليائه، إن خلاصه من متقيه قريب حينما يحل المجد بأرضنا. صوت تلاقى الصدق والإنعام وتعانق العدل والسلام، ينبت الصدق من الغبراء ويطل العدل من السماء. صوت صارخ في البر، يجود علينا بالخير ربنا وتجود بالثمار أرضنا، يسير الصدق من أمامه ويمهد الطريق لأقدامه. صوت صارخ في البر، عدت طريق الرب، سبله كل واد
الثانية، قراءة من رسالة القديس بطرس الرسول الثاني. هناك أمر لا يصح لكم أن تجهلوه أيها الأحباء، وهو أن يوماً واحداً عند الرب بمقدار 1000 سنة، وألف سنة بمقدار يوم واحد. إن الرب لا يبطئ في إنجاز وعده كما اتهمه بعض الناس، ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يشاء أن يهلك أحد، بل أن يبلغ جميع الناس التوبة. سيأتي يوم الرب كما يأتي السارق، فتزول السماوات في ذلك اليوم بدوي قاصف، وتنحل العناصر مضطرمة، وتظهر الأرض أعمالها. فإذا كانت هذه الأشياء ستنحل على ذلك الوجه، فكيف يجب عليكم أن تكونوا في قداسة السيرة والتقوى، تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله، إذ تنحل السماوات مشتعلة وتذوب العناصر مضطرمة، غير أننا ننتظر كما وعد الله سماوات جديدة وأرضا جديدة يقيم فيها البر. فاجتهدوا أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا الأمر، أن يجدكم الله بسلام لا دنس فيكم ولا لوم عليكم. كلام الرب. بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. كتب في سفر النبي أشعيا: ها أنا ذا أرسل رسولي قدامك ليعد طريقك، صوت مناد في البرية: أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة. تم ذلك يوم ظهر يوحنا المعمدان في البرية ينادي بمعمودية التوبة لغفران الخطايا، وكان يخرج إليه أهل بلاد اليهودية كلها وجميع أهل أورشليم، فيعتمدون عن يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل، وعلى وسطه زنار من جلد، وكان يأكل الجراد والعسل البري، وكان يعلن فيقول: يأتي بعدي من هو أقوى مني، من لست أهلاً لأن أنحني فأفك رباط حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فيعمدكم بالروح القدس. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. المسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح
صوت مناد في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة. من جديد مساء الخير إخوتي وأخواتي الأحباء. الأسبوع الماضي تأملنا مع أبونا مروان بالإنسان المسيحي وشو مكانة هذا الإنسان المسيحي. تأملنا كيف الإنسان المسيحي هو عبد، وهاي العبودية الحرة بمعنى إنه هو أمام الله هو ليس الله. فبالتالي أنا أمام الله شو مكانتي؟ هي إنه الله أكبر مني. اليوم الكنيسة المقدسة بتحط لنا شخصية فريدة، شخصية مميزة جدا، اللي هي يوحنا المعمدان. بقديس مرقس بيوصف يوحنا المعمدان وبيعطي وصف شوي غريب، عم بيحكي عن اللبس اللي كان لابسه يوحنا المعمدان. وشو بهمني أنا اليوم إني أعرف يوحنا بهذاك الوقت شو كان لابس؟ أكيد القديس مرقس ما كان مش عارف شو بده يكتب عن يوحنا، وقال يلا منحط إنه كان يلبس وبر الإبل وبالبرية وإلى آخره، ولكن في الحقيقة مش هيك. الوصف هذا ليوحنا المعمدان هو وصف مهم جدا في العهد القديم. بسفر النبي ملاخي بيحكي إنه قبل مجيء يوم الرب العظيم رح يجي إيليا، وبوصف إيليا بيحكي إنه بلبس وبر الإبل وعلى وسطه زنار من جلد. فشو معناه؟ معناه إنه العهد القديم الشعب اللي كان ينتظر مجيء المسيح، قبل مجيء المسيح بده يجي شخصية اللي هو إيليا. ومنفهم إنه إيليا هو اليوم أو بهذاك الوقت يوحنا المعمدان. فبالتالي الشعب كان يعرف إنه لما ظهر يوحنا في البرية بهذا اللبس يعني الرب قريب، يعني في إشي كبير رح يصير قريبا. وهذا اللي دفع الشعب إنه يروحوا لعند يوحنا المعمدان للبرية حتى يعترفوا، حتى يعتمدوا بالماء. وبالمقابل عندنا يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو أول أو من أول الأشخاص اللي التقى بالمسيح، هو اللي ارتكض ابتهاجا في بطن أمه. يوحنا المعمدان هو الشخصية اللي أمام هيرودس كان قادر أمام هذا الملك العظيم يحكي له أنت عم تعمل غلط. شخصية قوية جدا يوحنا، ما كان يهاب بكلمة الحق، كان يحكيها بدون أي تردد. يوحنا المعمدان كان يجي كل الناس، وبفترة لما يسوع حكى لهم سأل تلاميذه بيحكي لهم شو الناس بيفكروا عني، واحدة من الاحتمالات كان يحكوا له إن أنت يوحنا. فبالتالي يوحنا المعمدان كان بكل سهولة كان بيقدر يعلن ويحكي نعم أنا المسيح، ما كل الناس عندي، ما كل الناس موجودة أصلاً وجاي تتبع يوحنا وتتعمد عن إيده. ولكن يوحنا ما كان هيك. يوحنا الشخصية القوية العظيمة جداً اليوم نسمعه بيحكي يأتي بعدي من هو أقوى مني، من لست أهلاً لأن أنحني فأفك رباط حذائه. يعني مش بس عبد، وأصغر من عبد. أنا عمدتكم بالماء وأما هو فيعمدكم بالروح القدس. يعني إشي غريب جداً إنه بعالم اليوم لما نشوف إنه هالإنسان اللي عنده كل هالإمكانيات، الإنسان اللي عنده كل هالقوة، وبرضه بيعترف وبيحكي إنه أنا محور وأنا اللي كل الدنيا بتدور حولي. إنسان آدم وحواء بالبداية لما جربهم الشيطان حكى لهم تصيران كآلهة، وهنا كانت الخدعة اللي خدعها الشيطان لآدم وحواء، هو إنه أنت يا إنسان أنت قادر أنك تصير كآلهة. ووقعوا بالفخ، وقعوا بالأنا، وقعوا بالكبرياء. وأنا اليوم نفس الإشي، أنا اليوم بأي لحظة بحياتي عم بحط حالي أنا مركز الكون، وهذا اللي بنشوفه بعالم اليوم بكل سهولة وبأكثرية، أنا عم بوقع بنفس الفخ. يوحنا المعمدان عم بيعلمنا إشي ثاني. يوحنا المعمدان بالبرية بيحكي صوته منادن، يعني إذا ننتبه صوته منادن نقطتين في البرية عادوا طريق الرب. ليش؟ لأن البرية هي مكان اللقاء بالله، المكان اللي أنا بندم عن خطاياي، اللي أنا بتوب عن خطاياي، اللي أنا برجع على الطريق الصحيح وبلتقي في الله. وشو البرية اليوم؟ هو الزمن اللي احنا بنعيشه هلا،
هو هذا المكان اللي احنا موجودين فيه الآن، الكنيسة، زمن المجيء، هو هذا المكان، هو هاي البرية اللي أنا بحاجة اللي أرجع وأعرف شو قيمتي الحقيقية كإنسان. أنا إنسان قوي، أنا ابن الله، أنا مش حي الله، أنا مش إنسان ضعيف، بالعكس أنا المعمد، أنا ابن الله، وأنا مدعو إني أشارك الله في ألوهيته. أنا بعمادي بطلت فقط إنسان عادي، أنا صرت مشارك الله في ألوهيته. ولكن إذا ضيعت هاي القيمة وضيعت هاي المكانة وعملت حالي مركز هذا الكون، أنا هنا بخرب كل شيء، أنا هنا بفشل وبقع بنفس الخطأ اللي وقع فيه آدم وحواء. كثير سهل علينا نلوم آدم وحواء ونحكي هم جابوا لنا الخطية، ولكن إذا ننتبه كل واحد فينا كمان معرض إنه يجيب الخطية لحاله. في هذا الزمن، في هذا الوقت، الباب الأساسي حتى أقدر أوعى على نعمة قيمتي الحقيقية هي بكرسي الاعتراف. كثير منا صار له فترات كثيرة مش معترف، كثير منا مرات يأس لأنه بعترف برجع نفس الخطية، بحاول وبرجع بفشل، ولكن الله لا يفشل أبدا، الله أبدا ما بتراجع عن وعده. لما فدانا على الصليب كان واعي وكان عارف كل واحد فينا، وعارف فشل وسقوطات كل واحد فينا، وبرضه بدمه فدانا وبدمه مات من أجلنا. لما الله يجي يعطينا هاي النعمة، لما الله يجي يعطينا أعظم إشي في الدنيا إنه نعيش الألوهية معه، خسارة إذا حكينا له لا. فبشجعكم إخوتي وأخواتي الأحباء في هذا المساء إنه نذكر دائماً عمادي، نتذكر دائما قيمتي الحقيقية ودعوتي الحقيقية. قديس بطرس برسالته الثانية بيحكي إن الرب لا يبطئ في إنجاز وعده كما اتهمه بعض الناس، ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يبلغ جميع الناس التوبة. طالما معنا المجال، طالما معنا الوقت، الله عم بصبر علينا، فمش بحاجة إنه إحنا نتأخر أو نضيعها. يجب عليكم أن تكونوا في قداسة السيرة والتقوى، تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله. ليش؟ لأنه رح يجي يوم الرب، رح يجي الميلاد ورح يجي المجيء الثاني، وأيضا في يوم من الأيام كل واحد فينا رح يلتقي مع الله. فالقديس بطرس بنصحنا وبشجعنا، اجتهدوا أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا الأمر أن يجدكم الله بسلام، لا دنس فيكم ولا لوم عليكم. واسمحوا لي كمان بنهاية هذا التأمل باسمي وباسم عائلة الحاضرة، أمي، إخوتي، عمي، خالاتي، أني أشكركم جد من كل قلبي على كل شيء قدمتوا لي. أنا من شهر 8 هون وكنت بنعمة كبيرة، هاي أول رعية زي ما حكى أبونا، هي الرعية الأولى، يعني الحب الأول، وأكيد هذا الحب الأول ما بنتسى. فباسمي وباسم عائلتي، أبونا مروان، سماس بيير، صديقة بشار ومايكل، أخواتنا الراهبات والجميع محفظ الألقاب، شكراً لكم على كل إشي قدمتوه من أجلي خلال الفترة، وأكيد لسه الأيام قدامنا. إشي وحيد برجع وبأكد عليه، الكاهن أبداً أبداً ما بيقدر يعيش رسالته بدونكم. زي ما في رسالة الكاهن، لكل واحد فينا له رسالة، كل واحد فينا هو يوحنا المعمدان، هو الصوت المنادي في البرية. فصلوا من أجلي، صلوا من أجل الكهنة، وإن شاء الله دائما مع بعض منعيش هاي القيمة الحقيقية اللي ربنا قدمها إلنا. وشكرا وأمين. لنقف إخوة الأحباء ونعلن إيماننا قائلين: نؤمن بإله واحد، الذي به كان كل شيء،
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصل الآن على عهد الموتي تألم وممات وقام في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء له وبالروح القدس الرب المحيي الممزق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعتبر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة الآتيان. أيها الإخوة الأحباء، إن زمن المجيء هو بالحقيقة مسيرة روحية نحو المسيح، ولقاء المسيح في هذه الحياة وبعد هذه الحياة هو الهدف من الوجود كله، فلنطلب إلى الله أن يحقق أهدافنا ويلبي رغباتنا. من أجل أن نعد للرب طرقه إلى قلوبنا ونجعلها سالكة قويمة إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن ننتظر الرب عند مجيئه بصاخب الشوق والحب والحنين إلى الرب نطلب. من أجل أن تكون حياتنا برمتها انتظاراً للرب وترقباً لقدومه إلى الرب نطلب. من أجل أن ندرك جيداً أن خلاص الرب قريب وأن مجد الرب سيحتوينا إلى الرب نطلب. من أجل أن نلقى المسيح عند مجيئه على السكينة والسلام إلى الرب نطلب. نصلي من أجل كاهننا الجديد الأب وجد الأطوال ولجميع الكهنة لكي يمنحهم الرب جميع النعم والعطايا لخدمتهم الكهنوتية لكي يكونوا كهنة على مثال قلب يسوع الأقدس إلى الرب نطلب. في لحظات من الصمت لنذكر نياتنا وطلباتنا الخاصة. أيها الآب السماوي، يا من تكلمنا وتعلمنا من خلال كلمتك في الكتاب وأحداث حياتنا والتاريخ، نسألك فعلمنا أن نصغي إليك فيما توحي وتقول وأن نتخذ المسؤولية والقرار بالمسيح ربنا. آمين. تفضلوا جلوس.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم نسألك فاقبل قرابيننا وصلواتنا المتواضعة، ولما كنت بضعفنا وعجزنا عليما أعنا بقوة رحمتك الواسعة بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فهو الذي في مجيئه الأول اتخذ جسدنا الوضيع فأتم تدبيرك الإلهي القديم وفتح أمامنا سبل الخلاص الأبدي، وهو الذي في مجيئه الثاني سيعود في مجد الجلال فندرك عندئذ ما وعدنا به وما ننتظره الآن على الرجاء ساهرين. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد هاتفين. لك المجد والحمد أيها الآب القدوس، يا من تعنى بأمرنا دوما طوال مسيرتنا الأرضية وبخاصة في هذه الساعة حيث يجمعنا المسيح ابنك لعشائه المقدس، وكما كان شأنه يوم الفصح مع التلميذين في عماوس فكذلك ها هو الآن يشرح لنا الكتب ويكسر الخبز. نسألك إذن أيها الآب القادر على كل شيء، فأرسل روحك القدوس على هذا الخبز وهذه الخمر كي يحضر المسيح بيننا بجسده ودمه، فإنه عشية آلامه المقدسة جلس وتلاميذه للعشاء وأخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي
دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك أيها الآب، فيما نحيا ذكرى موت مصالحتنا نعلن عمل حبك العظيم، فبالآلام والصليب أدخلت المسيح ابنك مجد القيامة وأجلسته عن يمينك مليكا لا يموت للدهور وربا للعالمين. فانظر أيها الآب القدوس إلى هذا القربان، إنه المسيح الذي يهب لنا ذاته بجسده ودمه، والذي بذبيحته يفتح لنا السبيل إليك. اللهم أبا المراحم، أعطنا روح المحبة، روح ابنك. ضم شمل جميع الذين تدعوهم إلى مائدتك مع البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، والكهنة والشمامسة والشعب المسيحي كله. اجعلنا نشع على العالم فرحا وثقة، ونسير في الإيمان والرجاء. أذكر أيضا يا رب إخوتنا الذين ماتوا في سلام المسيح، وجميع المتوفين الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم. أنعم عليهم برؤية نور وجهك البهي وبملء الحياة في القيامة. وفي ختام مسيرتنا هذه، يسر لنا أن نلقاك في الدار الأبدية حيث أنت تنتظرنا. وأخيرا، مع البتولي مريم القديسة والدة الإله وأم الكهنة، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، والرسل والشهداء وسائر القديسين، نقدم لاسمك الحمد والتسبيح في المسيح ابنك ربنا. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وأنا الامتثال لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي، نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومعك أيضا. بمحبة نتبادل سلام المسيح بالانحناء. يا حمل الله
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن بالكلمة واحدة افتضل على نفسي. بالنسبة للتناول رجاء كالمعتاد رح يكون في عنا 3 صفوف لتوزيع المناولة من وسط الكنيسة ومن جوانب الهيكل يمين ويسار الهيكل. رجاء أن نتعاون مع الكشاف بحيث نطلع صف صف حتى ما نزدحم وراء بعضنا البعض بالمناولة، نعمل بين بعضنا البعض تباعد. والمناولة هي رجاء فقط باليد، نتناول القربان المقدس أمام الكاهن ونعود إلى أماكننا. Oh.
اليوم مع بعضنا البعض احتفلنا بالقداس الأول لأبونا وجدي، وأيضاً كمان رح نضيء زينة وشجرة ومغارة الميلاد لهذا العام، فكل عام وانتم بخير. اليوم مغارتنا وهي السنة مغارتنا نوعاً ما غريبة، مش كالمغر المعتادين عليها عبارة عن كوخ ومريم والمجوس والرعاة، ومغارتنا السنة هاي عبارة عن صليب، والصليب بمنتصفه الطفل يسوع، وهي اليوم مغارة عبارة عن مغارة لاهوتية، لأنه باللاهوت المسيحي لا تجسد من دون صليب. يعني الهدف الأساسي والأول لتجسد يسوع المسيح، يسوع أصبح جسداً، هو الصليب، جاء من أجل خلاصنا. فمن اللحظة الأولى اللي وجد فيها يسوع على الأرض بالجسد، هو كان يفكر بالصليب وكانت عيونه على الصليب. فهي مغارتنا اليوم هي مغارة لاهوتية، فيها الطفل موجود في قلب الصليب، ولكن الصليب موجود في قلب القبر الفارغ اللي هو القيامة. فبدي أشكر معاكم جميعاً المجموعة الكشفية لرعايتنا اللي قعدت أسبوع كامل وهي عم تبني بهاي المغارة وبتجهزها حتى فعلياً نعيش الميلاد مع بعضنا البعض في قمة لاهوته، بأنه المسيح أصبح جسداً من أجل خلاصنا. فما بعد الانتهاء من صلاة التناول رح نقوم بمباركة هاي المغارة وإضاءة الشجرة والمغارة. وأيضا يوم الجمعة احتفلنا بعيد البربارة، فمن المستحيل أنه يعبر بدون ما نأكل البربارة، فكمان برا ما بعد الانتهاء من هاي الذبيحة أبونا وجدي رح يكون موجود حتى يتلقى التهاني ويعطيكم البركة الفردوية لأي شخص بده، وأيضا حتى نأخذ معنا كاسي من البربارة. وبدي أشدد على موضوع رجاءً ما نتجمع أمام الكنيسة، رجاء نبارك للكاهن، نأخذ البربارة، ومن أجل سلامتنا جميعا نتوجه على بيوتنا سالمين من دون ما نتجمع أمام الكنيسة.
وباسمكم جميعا بدي أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال، وجودكم هو نجاح لهذا الاحتفال. وأيضا بدي أشكر قناة نورسات اللي بثت هذا القداس الإلهي مباشرة على قنواتها. لنصلي. ها قد تزودنا يا رب خبز الحياة، فليؤتنا هذا السر المقدس حكمة التصرف في أمور الدنيا وحنينا إلى أمور الآخرة، بالمسيح ربنا، آمين. معونتنا باسم الرب صانع السماوات. يا رب استمع صلاتي. الرب معكم. لنصلي. اللهم إله كل أمة وشعب، لقد أظهرت حبك منذ بداية الخلق عندما كانت حاجتنا إلى مخلص عظيم. أرسلت ابنك ليولد من العذراء مريم ويجلب الفرحة والسلام والعدل والرحمة والمحبة إلى حياتنا. بارك يا رب كل من ينظر إلى هذا المذود، نرجو أن يذكرنا بولادة يسوع المتواضع، ونرفع أفكارنا إليه. هو عمانوئيل، الله معنا ومخلص الجميع، والذي يحيى ويملك إلى دهر الدهور. الرب معكم. فليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. Let's go.